النتايه بتفتح البيت. النتايه ديت انا بعرضها النهارده عشان خاطر اكسر جميع التجار اللي في العالم، وبفضل ربنا بكسب، مش ما بكسبش، بفضل ربنا بكسب الحمد لله. بس ربح بس. شوفوا من غنم، شوفوا الغنم الرحمن الطيبة، شوفوا من غنم، يا بخت الله هيعمر بيته والله. السلام. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكل متابعينا داخل مصر وخارج مصر، أهلا بكم يا أحلى متابعين في العالم كله. النهاردة بنجدد عروضنا من مزرعة الحاج شكري الغبيسي من محافظة كفر الشيخ مركز سيدي سالم، مع 27 لبنية وكبشهم، 27 لبنية وكبشهم وتلت خرفان. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. غنم كله تحت العشر، غنم كله تحت العشر. بسم الله بسم الله. غنم قدامكم هي واحدة واحدة ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. عرض الطيب، الغنم الرحمن البيور الأصل. بسم الله ما شاء الله. بسم الله. اللهم صل على النبي. فرج الناس الحلوة يا ابني بالراحة بالراحة على مهل. غنم كلها تحت العشر ما شاء الله، 27 لبنية. بسم الله ما شاء الله. بالراحة بالراحة يا محمد. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. غنم قدامكم اهي. الغنم مواصفات النعجة الطيبة، مواصفات النعجة اللي تفتح البيوت، النعجة اللي هتبقى بعد 5 شهور ب15,000 وب16,000 بفضل ربنا. الغنم الطيبة قدامكم اهي اهي. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. خش خش جوه، خش جوه، خش خش. بسم الله ما شاء الله. الغنم قدامكم 27 لبنية، الغنم الطيبة، الغنم الرحمن البيور الأصل. شوفهم يا جماعة، أكترهم مجاوز ما شاء الله، أكترهم توائي. دخل 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 يا ابني. بسم الله بسم الله. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. غنم جاهزة للعش، غنم وفيهم معشرين، وفيهم اكترهم معشرين، بس احنا ما نقدرش نقولهم عشر غير لما تكون عشر. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. هات كده يا محمد، هات يا محمد، تعال تعال، عايزين نفرجهم من الناس على كل لبنيه واحده واحده ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. 27 لبنيه وكبشهم، 27 لبنيه وكبشهم. الغنم يا جماعة قدامكم واحدة واحدة ما شاء الله. تستلموهم مني في العرض واحدة واحدة ما شاء الله. 27 لبنية والكبش بتاعه، وفيهم ذكرين ثلاثة يعني كده، بس الذكرين ثلاثة دول بره العرض لوحدهم دول. هالتاني هالتاني، فرج الناس، فرج الناس عشان كل واحد يتفرج وهو قاعد على سرير كده ويشتري وهو مزاجه يستمتع، يستمتع بالغنم بتاعت كفر الشيخ، الغنم الرحمن اصل، الغنم الرحمن اصل، الغنم الرحمن اهي ما شاء الله ما شاء الله. اللي عايز يجني الطيب، اللي عايز يعمل مشروع، اللي عايز يعمل مشروع، الناس اللي بتدور على المشاريع الناجحه، ما فيش بعد كده. مسك كده يا فارس. بسم الله. ها هات كده يا ابني افرج الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. انا ليه بقى ان شاء الله بعرض لكم اكتر عروض انتيات؟ النتايه ديت بتفتح البيت بفضل ربنا، زي الست ما بتعمر البيت، النتايه بتفتح البيت. النتايه ديت انا بعرضها النهارده عشان خاطر اكسر جميع التجار اللي في العالم، وبفضل ربنا بكسب، مش ما بكسبش، بفضل ربنا بكسب الحمد لله. بس ربح بسيط، ربح بسيط عشان خاطر الناس تاكل عيش من ورايا.
الناس تاكل بس بنجي النعجة الطيبة، مواصفات النعجة الطيبة. ليه بقى منا أكتر عروض انتهيات؟ ديت يا جماعة بعد 5 شهور بفضل ربنا اللي هتصرفه كله أكتر واحدة من ديت هتاكل جراد برسيم. الجراد برسيم هنجيلهم بألف، وإحنا بنعرضهم ده هم بنعرضهم الـ27 لبنية ده هم في بعض. الـ27 لبنية ده هم في بعض، مش هقول بـ7000 سعر مفاجئ، ومش هقول بـ6800، ومش هقول بـ6700، بفضل ربنا بـ5800 جنيه في بعض. الصلاة على النبي. 27 لبنية بـ5800 جنيه، وبفضل ربنا تعشر وتصرف لها كمان 1000 تبقى بـ6800 جنيه، بقت نعجة بـ15000 وبـ16000 ولد. تعالوا نفرجوا من المشاهدين تاني. بسم الله ما شاء الله. انا ليه اروح اجيب نعجة بـ20000 وبـ18000 وبـ17000 لما ديت بعد 5 شهور؟ ده واذا كان في 4 شهور كمان، لان فيهم غنم معشرة، بعد 5 شهور هتبقى النعجة يبقى المكسب بتاعها 80%. يلا خلي التجار تيجي عليه. الصلاة على النبي، الصلاة على النبي. الصلاة على النبي. شوف 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 شوف. الصلاة على النبي. كلك واحدة واحدة. السلام عليكم. واحدة واحدة. السلام عليكم. بصوا ما شاء الله. أي واحدة فيهم، أي واحدة فيهم أحلى. جات لبنية برك. لبنية برك. شوفوا الغنم، شوفوا الغنم الرحمن الطيبة. شوفوا الغنم. يا بخت الله هيعمر بيته والله. الغنم أحلى. السلام عليكم.